عارف انا نفسي فيه دلوقتي؟ نفسك فيه؟ نفسي اترمي في حضنك. حضني احنا في الشارع؟ يا سلام، على اساس يعني ان انت اللي مفروض تقلق مش انا؟ طبعا يا بنت الحلال، انا مشهور جدا دلوقتي، انا في ملايين بيشوفوا فيديوهاتي، انا ترند رقم واحد في مصر. وانا عادي، والله العظيم انا مفضوح حضرتك.